أصدقائي، مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم، وقريبا إن شاء الله رمضان ينعاد علينا وعليكم بالبركة والخير والرزق والرضا من الله سبحانه وتعالى. قرب فصل الصيف، وطبعا بفصل الصيف دائما بنفكر بشغلتين: السموذي، الآيس تي، الأشياء الصحية، وبذات الوقت غنية بالفيتامينات والمعادن والفايبر، وخاصة نحن هلأ بشهر رمضان المبارك ينعاد على الأمة العربية كلها بخير والعافية. يفترض أن يكون أكلنا متوازن، ونشرب عصير صحي، ونبتعد عن كل العصائر اللي فيها سكريات وغاز، لأنه نحن بالنهاية لازم نكون مسؤولين عن الأمانة اللي ربنا أعطانا إياها، وهي صحتنا. أمانة قد ما فينا بنحافظ عليها، وكل شيء بيجي من الله. يا محلي وأهلا وسهلا فيكم. رح نبشر سوا هلأ بسموذي. نبشر سوا، وهذا البيرات ابني القرصان الأوكراني اللبناني. بداية عندي كفير، وحتلاحظوا انه انا معظم السموذي ما حاستعمل الحليب، ومعظم اللي عندهم مشاكل بالنسبة لللاكتوز ما مفروض يستخدموا الحليب. عندي هون 400 مللتر من الكفير اللي هو نسبته 2.5 دسم تبعوله، وفوائد الكفير جمة كثيرة جدا جدا. اوكي، حاستعمل موز متلجه من امبارح، قطعته بتلجته، فستو انا جبته ناي وحمصته تقريبا بحدود الملعقتين او ملعقة ونص كبيرة. فيني احط فستو، فيني اعمله بينات بتر او زبدة الفستو واحطها معهم، واكيد عسل اصلي طبيعي 100% من حقلاتنا. لاحط العسلات، شايفين كيف اني هيك؟ ما حدا يقول انه سكر، ناقشتهم بلبنان على الموضوع، وهلا ضامن عسل 100% ما بياكل ابدا لا مي سكر ولا سكر. ملعقة كبيرة معرمة بعتقد حتكفي، وما ننسى الايس كيوب او الثلج. ثلاث مكعبات ثلج، وحيخفق هلا. هلا رح اضيف لهم ملعقتين من الاوتس، ملعقتين كبار من الشوفان. هلا برجع بخلط دقيقة وخلص. كوكتيل رائع جدا، هلا رح ذوقه. نكهة فعلا رائعة، طعمة الفستو أو الفول السوداني مع البنان مع الشوفان، فعلا طعم كتير كتير رائع وجدا مغذية. بنصحكم فيها تجربوها مع أطيب سموذي. مع سموذي تاني هلا، انطروني ما تروحوا تفلوا، فيكن تاخدوا بريك صغير بس ورجعكم مع نوع تاني من السموذي. تاني سموذي كمان كفير، و اسمرودنا او الكشمش الاسود عبارة عن ملعقتين كبار. هذا هو ستروبري فريز مثلج، رز مسلوق لحط ملعقة كبيرة، وهيدي حصريا لقناة أسرار آدم. عصرة ليمون حامض صغيرة، وعصرة برتقال
العصا الكبيرة. وبنخلط. يعني صدقوني هذه اذا كان ايام العادية على الفطور ممتازة، فطور كامل، واذا بايام شهر رمضان على السحور تاني يوم ما حتشعروا لا بالجوع ولا بالعطش. وهذه مع شقفة جريب فروت كمان حطها مع لاتزين. وهلا اصدقائي مع الكفير والبلاك كارنت والستروبري رح نجرب. كتير فريش، كتير منعشة، حس حالي على الجبل ومطلع على البحر. هذا هو المشهد، شي رائع جدا. مع سموزي اخر او اشي تاني مفاجأة لشهر رمضان المبارك. وخليكم معنا قد ما فيكم، اعملوا سبسكرايب، شاركوا، لايك، وشاركوا اصحابكم واصدقائكم. والى اللقاء، باي باي.